إراديا أول ما يرن الجرس بتلاقوا ابتسامتي من هون لهون من الدان للدان. أول ما تسمعوا الجرس حترنوا علينا على 07-88-95-3-95-3 عشان تربحوا واحدة من هدول الهدايا المقدمين من سامكس تيكت شيكن جو غاز دينيس باث أند سبا تايم سنتر برايم فريش فروت كشمير وميو بيزا. معانا نسرين. هلو، بدك 10 ولا بدك صندوق؟ لا صندوق. لون اصفر الصندوق، بتحبيه؟ الاصفر لا. بتعرف اغنية ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد؟ طب فيروز الصبح. طبعا الصباح اكيد فيروز. طب ما انا سألتك السؤال عشان تجاوبيني يا نسري. العام جاهزة لنشوف شو في بالصندوق؟ يا رب. حظا اوفر. اروح فين بوجي انا؟ اروح فين؟ على فكره هاي ثاني مره. مش عارف الغلط وين. هو بالحظ ولا فيني ولا باحمد ابو صلاح، واحدة منهم. شوف جيده شو رح تنقي. جيده اسمك؟ معلش الكتابه غلط، هي لو كتبت ليها بالانجليزي احمد ابو صلاح كنت فهمتها. لا انا متعوده دائما، انا دايماً متعوده. خلي عندك تفاؤل. طب بدك 10 ولا بدك صندوق؟ لا راح اضلني اشوف الصندوق، بدي اشوف الحظ انا اوفر. هذا شو قصه؟ ما بتعرفي، ممكن هلا يكون حظك حلو. حلو اني حبيت فيكي شغله، بتعرفي ايش هي يا جيده؟ ان بالضبط الاصرار حلو كتير، الاصرار بوصلك لطريق كتير حلو. شو رح تختاري من 1 ل 20؟ راح عنا 5. 12. يلا كمان صندوقك لونه اصفر، ما تكون حلف يمين على اللون الاصفر انت. هلا اجى الوقت نشوف هديتك بالصندوق. هديتك بالصندوق. حظا اوفر. والله بعرف. يعني عادي فاجأتوني هيك على الهواء، احكوا لي انه بدنا نبلش، بس اجهز حالي شوي. لا يلا بدك العشر دنير اللي على الشجره ولا الهديه اللي بالصندوق؟ لا ان شاء الله الهديه. 18. يلا خلينا نشوف، توقع هديه ربحتي ولا ما ربحتي؟ بيقول لك الف مبروك، ربحتي قسيمه مقدمه من مطعم تيكت شيكن. الف صحه وهنا يا بانا. ان شاء الله هيك نصير نقول لك يا مهندس معاذ ربحت معنا او لا. يعني هو اكيد اي شيء رح تربحه معنا، بس بدي احكي لك، رح تزعل ولا ما رح تزعل؟ شكله فاضي. لا شكله بدي اقول لك الف مبروك، ربحت معنا قسيمه بقيمه 20 دينار مقدمه من جوجاز. الف مبروك يا معاذ. 10 على الشجره. 10 على الشجره. الهدايا اللي عندنا بالصندوق بتاخذ العقل، غير هيك، غير من رايك. لا خلينا على 10. نور الدين بدك تجرب حظك ولا بدك تاخذ العشر دنير اللي على الشجره؟ لا خلينا نجرب. يلا بدنا نقول لك الف مبروك، ربحت معنا صوبه كهرباء من سامكس يا نور الدين. الف الف مبروك. حظا اوفر كرهوه معي انا مبدئيا. انت بتجلب الناس مزبوط. فكره البرنامج تراجع من يوم ما اجيت عليه. يلا ما علينا، انا معاي اول شخص يرن انا متاكد انه راح يربح. حظي حلو مش زي حظ لا حتى معي هاي المره انا متاكده. مبروك مبروك مبروك، ربحتي معنا قسيمه مقدمه من ميو بيزا. يا تهاني الله عليك. الله عليك يا مهند. يلا مهند شوف شو ربحت معنا. مبروك، ربحت قسيمه مقدمه من مطعم تيكت شيكن. مبروك مبروك يا مهند. والله ما بتركك تقدم على حالك، مستحيل. هاي الفقره لازم، انا بدي ادخل اقدمها معك واروح اروح. حسام مبسوطين بسمع صوتك اولا. الله يخليك حبيبنا. وبدنا تحكي لنا 10 على الشجره او هديه بالصندوق؟ هنروح على هديه بالصندوق. جواب صحيح ومبروك مبروك. اول شيء حسام متزوج؟ انا متزوج. ان شاء الله العمر كله مع بعض. ربحت قسيمه بقيمه 25 دينار مقدمه من كشمير كوزمتكس. 3. رقم 3. هاي 3. ها هاي 3 موجود يا علا. يا سلام عليكي. الله عليك يا علا. يا ستي العزيزة يا علا، مبروك ربحتي معنا قسيمة مقدمة من مطعم تشيكن تكة. تحصرا بتحب الناس اللي هي بتسافر وبتعمل مغامرات وبتعطيك الاكسبيرينس ساعتها. هاي هي. ممتاز. بالنسبة لإجي دورت عليه على جوجل كيف احط حالي بشنطة سفر. يلا السلام عليكم. خليكم على مزاج احلى إذاعة طول الوقت. ولما تسمعوا اجراس العيد بالدق بسرعة احكوا معنا على الهواء على 07-88-95-3-95-3 لنربحكم هدايا العيد بلعبة هدية بالصندوق ولا 10 على الشجرة على 07-88-95-3-95-3.